السلام عليكم ومرحبا بكم مع محتوى وفيديو جديد. فيديو اليوم غادي نهضروا على اهم علاقه كاينه في هذا الكون، وهي العلاقه اللي بينك وبين نفسك وتقويه الشخصيه ديالك. الا كنتي تبغي راسك ما يكونش عندك مشاكل في حياتك، والا كنتي ما كتبغيش راسك غيكونوا مشاكل. ما خصكش تكوني حشوميه وظريفه اكثر من القياس. الظرافه والحشمه شي حاجه زوينه، ولكن ما تكونش فوق القياس، لان الناس كيستغلوا الطيبه ديالك. واول حاجه اللي خاصنا نتعلموها باش ما يبقاوش يستغلوا الطيبه والحشمه ديالنا، خاصنا نتعلموا نقولوا لا. نقول لا لاي حاجه ما بغيتهاش، ونقول لا لاي حاجه ما بغيتش نديرها بكل بساطه. خاصك تعطي الاولويات لراسك انت الاولى. قوي وبني الشخصيه ديالك بنفسك، ما غيبنيها لك حتى حد. واخا طيحي في تجارب صعيبه في الحياه، خاصك تكوني قويه. طيحي وتنوضي، كما كنقولوا الضربه اللي ما تموت كتقوي. وما تسمحيش حتى شي حد يبكيك ولا يحقرك ولا يهينك ولا يحيد الابتسامه ديالك. نبغيك ديما تكوني قويه وتفكري في المصلحه ديالك والعائله ديالك هما الاهم. قوة شخصية المرأة هو احترامها لذاتها وتحكمها في مشاعرها وتفكيرها الإيجابي، قدرتها على تحمل مصائب الحياة. ما كتبغيش تكون متصنعة وكتتحكم في المشاعر ديالها. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا ولو القليل، ونتلقاو فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم مع محتوى.